بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولا زلنا نتكلم في التراث البغدادي اي تراث بغداد من بنائها عام 145 هجريه حتى نهايه العهد الملكي. الان موضوعنا اليوم يتعلق بثلاثه عوائل بغ ثلاثه عوائل بغداديه لها الصداره على جميع عوائل بغداد. والعوائل هذه معاصره صحيح ان البعض منها لم تترك ذكورا وانما تركت اناثا لكنها اشترت هذه العوائل بشيء لم تحصل عليه عوائل بغداد الاخرى عوائل بغداد كثيره الخضيري الباشكي الجيبشي الى اخره لكن ثلاث عوائل حققت شيء معين ان كل عائله من هذه العوائل أنتجت اثنين اخوان اصبحوا رئيس الوزراء يعني كل عوائل بغداد يمكن تفكر ان لها شخصية واحدة تولت رئاسة الوزراء فما بال عائلة بغدادية يكون لها اخوان اثنين الاخ واخوه يتوليان يستوزران كرئيس للوزراء هذا لا يتحقق فيه العوائل البغدادية إلا في هذه العوائل الثلاث العائلة الأولى عائلة الكهية والعائلة الثانية هي عائلة السويدي والعائلة الثالثة هي عائلة الحاشم الهاشمي ثلاث عوائل بغدادية أصيلة عائلة الكهية لأن رئيس وزر... رؤساء وزارات اثنين أخوان ولد طالب الكهية وعائلة السويدي اثنين رؤساء أخوان أبناء يوسف السويدي وعائله الهاشمي اثنين رؤساء وزارات من هذه أخوان واشقاء بالاضافه الى ذلك وهذه مساله فريده في التاريخ العراقي في تاريخ بغداد على الاقل لان لم يحصل لم يسبق هذا اولا عائله عائله طالب الكهيه عائله طالب الكهيه هؤلاء اصلهم جورجيا من جورجيا لكن استسلموا واحسن واحسن سلامهم ودخولهم الدين الاسلامي بدليل ان والد هؤلاء الاخوان الذين استوزروا سئل مره ما اسمك؟ قال انا اسمي سليمان فائق، سليمان فائق اسم المركب هو يعني سليمان فقط لا سليمان فاق. اسم والدك اسمه طالب الكهيه. اسم جدك قال هسه السؤال لا داعي له ان اذكر اسم جدي قال لا يجب ان تذكر اسم جدك بما ان اسم جده كان قبل دخولهم الاسلام قال اكتب اسم جدي كافر هاي العائله الاولى العائله الاولى انتجت اثنين رئيس وزراء الاول والعائله الاولى عائله الكهيه اي عائله معروفه من عائله طالب الكهيه طالب الكهيه كان كهيه كهيه يعني معاون الوالي نائب الوالي من يقيم بواجبات الوالي في بغداد عند عدم وجوده ومن يعينه في إدارة بغداد عند وجود الوالي طالب الكهية طالب الكهية خلف سليمان فائق سليمان فائق وصل إلى منصب أو لقب بيج فقط لماذا؟ لأنه أشغل عدة وظائف إدارية و... سليمان فاق خير من كتب عن تاريخ بغداد في فتره المماليك فتره المماليك التي بدات في 1774 وانتهت سنت 1831 بدات في زمن الوالي الجديد حسن باشا عندما طبق كيف انه يجب جمع من القرى اطفال لا يزيد عمرهم على ست سنوات وادخالهم في مدرسه هنا تعلم الدين الاسلامي وتعلمهم البطوله والفروسيه والشجاعه وتوجههم توجيهات اداريه جديده لكي يتولوا منصب الوالي انتهت باخر مملوك الذي جعل بغداد شبه مستقل عن دولة العثمانيه هو الوالد داوود باشا طالب الكهيش انتج انتج اثنين ولد اولهم محمود شوكت باشا محمود شوكت باشا عين واليا على بغداد كان قائد الفيلق العثماني في بغداد مارشال فالفريق محمود شوكت محمود شوكت طبعا اسم مركب كأبي مو اسم مركب عين والي ورفع لم يكمل السنه في ولايته الى بغداد في بدايه القرن العشرين الا وعزل عن الولايه وطلب الى الاستانه وفي الاستانه هذا البغداد الاصيل اللي ولد في بغداد ودرس في مدارس بغداد وأكمل الدراسة الأولية في بغداد أكمل الدراسة العالية في الإستانة طلب في الإستانة وفي الإستانة عين وزير الحربية أي وزير الدفاع وبعد فترة قليلة وخاصة عندما حصلت الأحداث الخاصة بالاتحاد والترقي وما يسمى بالمشروعية والرجوع إلى الدستور العثماني لسنة ألف و876 الذي عيد به العلل 1908 عين رئيسا للوزراء ولا بغدادي نهائيا وصل الى منصب رئيس وزراء في العهد العثماني غير شخصيه واحده هي محمود شوكة باشا ابن سليمان فائق ابن من جده جده طالب الكهيه على الرغم من ان فتره يعني بقاهم في بغداد او وصولهم الى بغداد يعني تصل إلى أكثر من مئة سنة بقليل ولكن كانت نهايته كما يقال القتل لأن تم التآمر عليه وقتله لأسباب كثيرة بسبب الاضطرابات التي وقعت عند المنادات بمبدأ المشروعية والسلاطين العثمانيين والحركات السياسية التي نشأت بعد ذلك العائلة الثانية التي أنتجت أخوان اثنين رؤساء وزارة هي عائلة السويدي وعائلة السويدي أصلها من ناحية الدور من قضاء الدور في صلاح الدين في تكريت اللي بجانب الشرقي من دجلة شمال سامراء جاءوا من الأول واستقروا في بغداد ومن الشيخ عبد الرحمن جده الكبير وبرعوا أصبحوا كل واحد منهم علامة من علماء بغداد علماً وتدينا وأخلاقا وثقافة وتطورا السيد يوسف السويدي العائلة الثانية مالته أنتج اثنين رئيس وزراء أخوان الأول توفيق السويدي والثاني ناجي السويدي ناجي السويدي الكبير وتوفيق السويدي الأصغر اثنينهم سبحان الله أكملوا دكتوراه القانون قبل أي شخصية عراقية 1912 أكملها ناجي السويدي اللي اشتغل نقيب للمحامين فترة زمنية في بداية تأسيسها في سنة 1933 هو أخو أكمل الدكتوراه من السوربون في فرنسا كان عمل في فرنسا ومن خلال عمله أكمل أول دكتوراه بالقانون في العراق هم ناجي السويدي وتوفيق ناجي السويدي أشغل منصب رئيس وزراء في العهد الملكي و... وتوفيق السويدي الآخر أشغل منصب رئيس الوزراء مثل اعلى طالب الكهية اعلى طالب الكهية الكبير محمود شوكة باشا رئيس وزراء في العهد العثماني والصغير حكمة سليمان باشا اللي اشغل منصب رئيس الوزراء في سنة 1936 بعد الانقلاب الذي عمله بكر صدقي اما السويدي ويوسف السويدي ابوهم صديق للملك فيصل الأول لذلك تجد أنه الباخرة نورث بروك التي نقلت الملك فيصل الأول من جد من من جدة في السعودية في الجزيرة العربية إلى البصرة كان هنالك مرافقين للملك أولهم كان يوسف خمسة عراقيين أولهم يوسف السويدي وثانيهم السيد محمد حسن الصدر وثالثهم رايح العطية ورابعهم الوان الياسري وخامسهم السيد محسن ابو خمسه يوسف السويدي كان لذلك يوسف السويدي الاب اشغل منصب رئيس مجلس اعيان في اول تشكيله برلمانيه لمجلس الامه الملكي التي حصلت في سنه 1925 لكن اكمل سنه في وظيفته هذا توفي على اثرها ويوسف السويدي لما تجي بغداد يوم التقاعد يجي يراجع التقاعد اكو ساحه يقولونها ساحة الشهداء باب التقاعد هاي مو ساحة الشهداء ساحة يوسف السويدي تم تغيير اسمها لاحقا من ساحة يوسف السويدي إلى ساحة الشهداء العائلة الثالثة طبيعي التي تولت منصبين رئيس لرئيس الوزراء في العهد الملكي هم عائلة الهاشمي ياسين يعني باشا الهاشمي اللي أشغل رئاسة الوزارة أكثر من ثلاثة مرات أربع مرات أشغلت والآخر طه باشا الهاشمي اللي أشغل منصب رئيس وزراء في العهد الملكي والأخوان الاثنان أكمل الدراسة في الإستانة وحصل على تفوق في كل عمل قاموا به لكن ياسين هاشمي تعرض إلى نكسة عند كان في الوزارة رئيس وزراء عندما عمل بكر صدقي الانقلاب الحاصل فاضطر الى السفر خارج العراق تنقلا وتوفي هناك. وياسين باشا الهاشمي كما هو معلوم ان احدى بناته كان من اللازم ان تكون زوجه للملك غازي الملك الثاني في بغداد بعد الملك فيصل الاول، لكن الامور تغيرت غيرها نوري باشا باتجاه ان يقترن الملك غازي بالملكه عاليه الاميره عاليه كانت ابنه الملك علي ابن عم بنت عم الملك علي الكبير والملك عبد الله الثاني والملك فيصل الثالث اخو اشقاء واخوهم اللي من الزوجه العثمانيه ابنه رئيس وزراء العثمانيين اللي تزوجها رحمه الله على روح الملك حسين والد الملك فيصل والد الملك عبد الله بالاردن ووالد الملك علي اللي كان على الحجاز بعده أه 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 انتجت او ولدت الامير رعد رعد وزيد اللي ابناء لا زالوا الى الان احدهم حفيده اللي هو ممثل الامم المتحده في حقوق الانسان، ثلاث عوائل له لها لها الاسبقيه والاقدميه على صحيح ان هنالك رؤساء وزارات اشغلوا عدد من الوزارات اكثر من هذه العوائل، لكن تبقى عائله طالب الكهيه اللي اشغلت رئيس وزراء عثمان ورئيس وزراء في العهد الملكي، عائلة ياسين عائلة الهاشمي ياسين باشا الهاشمي رئيس وزراء وشقيقه طه الهاشمي رئيس وزراء ثم العائلة الثالثة وهي عائلة السويدي المعروفة اللي اشغل اثنين رئيس وزراء ناجي السويدي وتوفيق السويدي وتوفيق السويدي كما يقول ناجي السويدي كان اشترك في انقلاب رشيد على الجيلاني سنه 1941 ونفي الى جنوب افريقيا وتوفي في جنوب افريقيا لذلك كما يقال انقذ وفاته من الاجراءات القانونيه التي اتخذت بحق انقلاب 1941 بما فيهم زعيم الانقلاب رشيد عالي الجيلاني رحمه الله عليهم وكل واحد في في ذنبه وله اجر صعب ان كان صائبا في اجراءه وتصرفه نعم هنالك عوائل مثل عائلة نوري باشا السعيد اللي كان أبو في محلة البارودية أو محلة القرغول المجاورة لمحلة الميدان يعني القريبة من وزارة الدفاع القديمة في باب المعظم يم دي الطب أشغل 15 مرة الوزارة العراقية من سنة 1930 إلى سنة 1958 14 مرة أشغل منصب رئيس الوزراء والمرة الأخيرة أشغل منصب رئيس الوزراء للاتحاد العربي الهاشمي اتحاد الأردن العراقي فقد أصبح رئيسا لوزراء الأردن والعراق في آن واحد في 19 وخمسين بعد الاتحاد الذي نشأ ما بين العراقي والأردن وصدر دستور وافق عليه مجلس النواب في كلا الدولة مجلس الأمة بأكمله مجلس الأعيان ومجلس النواب في بغداد ووافق عليه مجلس النواب الأردني لكن كما يقال وضم في وزارته اثنان من الوزراء العراقيين واثنان من الوزراء الأردنيين واحد نائب رئيس وزراء نائب رئيس وزراء ويا السيد هاشم إبراهيم السيد هاشم إبراهيم والسيد سليمان طوقان اردني هاشم ابراهيم اردني وسليمان وسميح الخيري شخصيه اردنيه والعجيب ان سميح الخيري نجا من السحل في 14 تموز 1958 في حين قبضت الجماهير في ذلك اليوم على هاشم باشا او هاشم ابراهيم باشا اللي كان نائب رئيس وزراء نائب رئيس وزراء لنوري باشا السعيد وقبضت على سميح الخيري وتم سحلهم في بغداد ان شاء الله في حلقه قادمه نذكر شيئا عن تراث بغداد هذا التراث الخالد اللي قال به الشاعر أبغداد لا أهواء سواك مثيل إذا قل معشر أو جل قبيل شكرا لكم